تتشرف اليوم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج باستقبال أعضاء الفريق الوطني والطاقم التقني للفريق الوطني الذي عمل على أبى إلا أن يلبي الدعوة وأن يأتي ليشارك المندوبية العامة في هذا الحفل وفعاليات الجامعة الربيعية التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله بالسجن المحلي بسلا. وكما لاحظتم فإن هذا اليوم سيبقى مشهودا في الذاكرة السجنية، بحيث أنه كما لاحظتم تفاعل كبير ما بين السجناء وما بين أعضاء الفريق الوطني، وهذه الالتفاتة ستبقى يعني محفورة في الذاكرة وفي ذهن السجناء جميعهم، لأن هذه الالتفاتة أدخلت عليهم الفرحة والغبطة والسرور، وكان كما لاحظتم تفاعل يعني من شأنه أن يؤثر إيجابا على مسارهم الإدماجي بالمؤسسات السجنية. وهذا اليوم كما سبق وأن قلنا هو يعني يعرف تنظيم فعاليات الجامعة في السجون حول موضوع الرياضة بالمؤسسات السجنية، إعلاء للقيم الوطنية ودعم لتأهيل لإعادة الإدماج. وكما تعلمون هذه الدورة هي الدورة النسخة 12 من الجامعة في السجون، وكما تعودنا في إطار هذه الجامعة فإن دائما المندوبية تختار لها مواضيع ذات راهنية، وموضوع هذا اليوم يعني الرياضة في السجون هو كذلك دورة راهنية، بالخصوص في سياق الإنجاز الهائل والمتفرد للفريق الوطني لكرة القدم، بحيث أنه أصبح أول دولة عربية وإفريقية يمر ويتأهل للدور النصف النهائي من مونديال قطر. إذن كما عودتنا الجامعة دائما تفاجئنا بمواضيع وتفاجئنا بنوعية من المدعوين ومن المشاركين، ونتمنى لهذه الجامعة أن تحقق النجاح والأهداف المتوخاة منها إن شاء الله فيما تبقى من البرنامج.